بسم الله الرحمن الرحيم. كمان مرة الاكزامبل هاي نشوف اللي هو بعض الكويستشنز عليه. زي ما قلنا عندنا هنا اللي هو فور تيبلز، جزء من السكيما. هنا الكاستمر تيبل الداتا اللي فيها الاتريبيوتس كولونز بتاعتها، كاستمر نمبر اللي هو البرايمري كي، كاستمر نيم، والفافوريت كلر اوكي، والفون نمبر. هنا الفافوريت كلر ضفوه اللي هو از اتريبيوت اوف ذا كاستمر تيبل. هنا الكلر كمان ببين وين عندي، ببين كمان في الايتم، كل ايتم بيشتريه الكاستمر اوكي، الايتم اللي بيشتريه الكاستمر اوكي من اي برودكت اوكي. الايتم هنا كمان عنده اتريبيوت اللي هو الكلر. هنا البرودكت في حد ذاته الكلر از نوت اتريبيوت من عنده. ليش عملوا اللي هو الافيلابل كلر هاي، اللي هو من الكلرز الافيلابل كلرز هاي من اي برودكتس لسه لازالت موجوده اوكي. عملوا تيبل لحالها عشان تو هاندل هو الكلرز. عندي اللي هو التيبل هاي افيلابل كلرز، عندها اللي هو الكلر البرايمري كي واللي هو البرودكت اي دي اوكي. طيب نشوف الكويريز على اللي هي هاي كمان ما تكلمنا عن الكويستشن هاي التسجيل الماضي، لكن كمان مره نرجع عليه. بده هنا اللي هو برودكتس ان كاستمرز فافوريت كلر، يبقى شو فور ايتش كاستمر اوكي، اللي هو ريبورتنج كاستمرز نيم ذا برودكتس باي نيم ذات كم ان ذا كاستمرز فافوريت كلر. يبقى زي ما قلنا احنا البرودكت مش عنده كل الكلرز، ففي البرودكتس عنده كلرز معين، فبدنا نعرف اللي هو البرودكتس اللي تيجي مع الفيفورت كلرز بتاعت الكاستمرز، مين البرودكتس اللي عندها فيفورت كلرز للكاستمرز اوكي. يبقى الحين عندي انا بدي في الاول اعرف اللي هو الافيلابل كلرز للبرودكتس اوكي. يبقى وين البرودكتس والكلرز تبعتها، دول وين موجودات؟ موجودات في التيبل افيلابل كلر اوكي، واللي هو للبرودكت. الحين انا بدي ايش اللي هو البرودكت نيم اوكي، بدي اللي هو ايش بده انا ريبورتنج اللي هو البرودكت نيم والكاستمر نيم. الحين بالنسبه للافيلابل كلرز فيها الكلرز اوكي، نشوف التيبل بتاعت هاي التيبل اوكي. الافيلابل كلرز فيها البرودكت نمبر والكلر، فيش فيها اللي هو الكلر البرودكت نيم. البرودكت نيم موجود هنا اوكي في البرودكت تيبل، عشان هيك بنعمل جوين مع هاي مع هاي التيبلز. تيبل هاي ايش اللي هو الاتريبيوت الكومن بينهم اللي هو البرودكت نمبر اوكي، فهيبقى اللي هو جويننج على البرودكت نمبر هاي وين ذي ار ايكوال اوكي، هيطلع عندي اللي هو البرودكت نيم والكلر اوكي. يبقى انا بدي هنا اللي هو من الجوين هاي الناتشرال جوين. طبعا زي ما قلنا هنا الكونديشن وين الاتريبيوت اللي كامل في بوث بتساوي نفسها، اللي هو عندي هنا البرودكت نمبر، اللي هيطلع عندي هنا اللي هو البرودكت نيم اوكي مع اللي هو البرودكت كلر. هنا الحين هاي بدي ايش انا ناقص عندي، يبقى انا عرفت البرودكت نيمز والكلرز تبعتها اوكي. ناقص عندي مين؟ الكاستمر نيم. الكاستمر نيم موجود في التيبل كاستمر، يبقى بدي اعمل ناتشرال بدي اعمل جوين ثيتا جوين ما بين الكاستمر والريزلت هاي اوكي. فالحين على اي اساس؟ على انه الفافوريت كلر يساوي كلر. الفافوريت كلر وين موجوده هاي؟ موجوده في الكاستمر تيبل. والكلر هاي وين موجوده؟ موجوده عند اللي هو ايش؟ في الريزلت هاي اوكي. يبقى انا هنا بدي اشوف، يبقى انا بدي اعمل هنا ناتشرال جوين ما بين الكاستمر والريزلت هاي، واعمل فلترنج لمين؟ للتابلز اللي عندهم الفيفوريت كلر بيساوي كلر اوكي. يبقى حصل عندي بعد هيك اعمل بروجكشن الكاستمر نيم والبي نيم. يبقى هنا كمان مره من الجوين هاي الناتشرال جوين هاي حصلت على برودكت نيم والكلر تبعه اوكي، ومن الجوين هاي اوكي عملت فلترنج لوين؟ للتابلز اللي عندهم الفيفوريت كلر بتساوي الفور كلر زي ما قلنا موجود الكاستمر مع اللي هو الكلر اوكي. وهنا عندي اللي هو الكاستمر نيم اوكي. يبقى هنا حصلت من هاي على الكاستمر نيم ومن هاي على البرودكت نيم.
اللي مين عندهم الفورد كلر بتساوي الكلر بتاع البرودكت. الكويستشن الثاني برودكتس نوت ان كاستمرز فافوريت كلر، نعرف البرودكتس اللي ما فيش فيها كاستمرز فافوريت كلر تاعهم. شو فور ايتش كاستمر، فكل كاستمر اوكي بدنا اللي هو الكاستمر نيم تبعه، the products by name that don't come in customer's favorite color. مين البرودكتس اللي موجوده لها كلرز لكن الكاستمر ما it's not favorite colors بتاعته. اوكي اوكي يبقى الحين عندي انا ايش سوينا هان. اوكي انا عندي انا في الاول شوف هنا ايش صار عندي انا في الهاي. قلت انا available colors مع اللي هو join natural join مع الكاستمر. انا عملت انا natural join ثيتا join. اوكي natural join with the condition favorite color بيساوي كذا. يبقى هنا في الاول عرفت او عملت filtering للكاستمرز اللي عندهم اللي هو الفافوريت كلر. اوكي الحين بدي انا كمان مع مين، بدي البرودكت نيم. البرودكت نيم وين موجود؟ موجود في تيبل برودكت. هذول فيش فيهم برودكت نيم. اوكي فيش فيهم برودكت نيم، فبدي الحين انا اللي هو البرودكت. الحين التيبل هاي الاوتبوت هاي طبعا عباره عن تيبل. اوكي فيها اللي هو الاتريبيوتس بتاعت الكاستمر والاتريبيوتس بتاعت افيلابل كلر عند الكونديشن اللي هو الفيفورت كلر بيساوي كلر. يبقى انا عرفت كل الكاستمرز اللي والافيلابل الفيفورت كلر بتاعتهم بتساوي الافيلابل كلر. الحين عندي هنا اللي هو ايه زي ما قلنا البرودكت نمبر. يعني عشان اصل البرودكت نيم عملنا كمان ناتشرال جوين مع البرودكت عشان وين البرودكت نمبر بيساوي اللي هو البرودكت نمبر الموجود هان وضفنا لهم اللي هو ايش الكولون الكولون تبع اللي هو البرودكت نيم. يبقى صار عندي هنا التيبل هاي صار عندي اللي هو الكاستمرز اللي الفيفورت كلر بيساوي الكلر بتاع البرودكت. اوكي طيب يبقى الحين حصلت انا على الكاستمرز والبرودكتس اللي عندهم الكلرز بيحبوها. اوكي منها الحين عملت بروجكشن للكاستمر نيم كاستمر نمبر كاستمر نيم والبرودكت نمبر والبرودكت نيم. اوكي الحين هاي ايش سويت انا هنا؟ انا عملت كومباينيشن بين الكاستمر اللي هو انا عندي برودكت كروس برودكت ما بين الكاستمر كل برودكتس. يبقى انا عملت كومباينيشن بين الكاستمر كل برودكت. الحين ايش بدي اسوي انا؟ بدي اطرح منهم اللي هو وين، يعني بدي انا اللي ما عندوش الفافوريت كلر تاعه وين البرودكت وفيش ما هواش فافوريت عند الكاستمر الكلر تاعه. يبقى هنا في الاول عملت كومباينيشن جو اللي هو برودكت ما بين الكاستمر وكل برودكتس وشلت منهم مين اللي هم عملت ماينس هان اللي هو وين ما عندوش الفيفوريت كلر. اوكي وين عنده الفيفوريت كلر فضل عندي ايش اللي ما عندوش الفيفوريت كلر تمام. اوكي حكايه سمبل بس الكلام يمكن شوي بلخبط. يعني كل اللي عملته هنا انا هنا حصلت على الكاستمرز اوكي مع البرودكتس اللي بيحبوا الكلر تبعها وهنا عملت كومباينيشن ما بين الكاستمرز وكل برودكتس فشلت من التيبل هاي الكاستمرز اللي عندهم البرودكت الالوان بيحبوها وظل ايش الكاستمر مع الالوان اللي بتحبهاش. اوكي البرودكت اللي عنده الالوان بتحبهاش وهنا عملت ايش بروجكشن للسي نيم اللي هو برودكت نيم. طبعا هنا انا ايش سويت؟ هنا عندي انا حصلت على الاسماء فقط، انا عملت بروجكشن للاسماء وطلعت الاسماء من بعض. اوكي لانه يعني باقي المعلومات بتهمنيش. يبقى هنا حصلت انا على اسماء على رقم الكاستمر واسم الكاستمر والبرودكت نمبر والبرودكت نيم من الريزلت هاي اللي هم عندهم الكلر اللي بيحبوه موجود وهنا اللي هو نفس الكولنز لكن مع ايش؟ مع كل الكلرز. طرحتها من هاي فضل عندي الريزلت تحتوي على اللي هو التوبلز هاي. اوكي من التوبلز هاي عملت فلترنج اللي هو واخدت بروجكشن للكاستمر نيم والبرودكت نيم اللي هو مطلوب عندي. طبعا الحاجات هاي ان شاء الله بكره هنكتبها بالسي كيو ال. كمان بالسي كيو ال ما هياش ابسط اوكي لكن وي يوز ذا انجلش لانجوج تو رايت ات. لازم اكون انا عارف ايش بيصير في الماثماتيكال هنا عشان اعرف اكتب جود
SQL statement. هنا اللي هو الاكزامبل الثالث او الكويستشن الثالث، بدنا اللي هو two or more incoming اللي هو بيرز وكاستمرز. مين الكاستمرز اللي عندهم؟ طبعا بدنا في الاول الكاستمر نمبر الاول، كاستمر نيم الاول، السكند كاستمر نمبر الثاني، واللي هو النيم بتاع الكاستمر الثاني. على اي اساس عندي اللي هو الكاستمر الاول والكاستمر الثاني؟ انه تو كاستمرز عندهم تو برودكتس ات ليست ان كومن، عندهم 100 برودكتس مشتركات. اوكي، طبعا باخذ يعني الاعتبار انه ما يتكررش عندي اللي هو انه خمسه وسبعه مرتين، انه مره وجدت خمسه في الاول وسبعه بعدين، وجدت سبعه وخمسه بعدها. اوكي، لا بدي اياها مره واحده. طب الان اوكي، الحين ايش سوي هنا عندنا؟ الحين احنا بدنا اللي هو الكاستمر والبرودكت اللي هو عندهم برودكت نمبر، اثنين برودكتس نمبرز موجودات عندهم، اوكي، لكن مش نفس البرودكت. اوكي، الاثنين عندهم تو ديفرنت برودكت نمبرز. اوكي، يبقى انا بيهمني اللي هو الكاستمر نمبر والكاستمر نيم والبرودكت نمبر. اوكي، يعني كيف بدي احصل على هاي؟ عملنا اللي هو ناتشرال جوين بين الكاستمر والايتم. اوكي، الايتم فيه البرودكت اللي شراه الكاستمر. اوكي، نرجع هنا نشوف التيبل، هاي اللي هو الايتم. الايتم فيها البرودكت، اوكي، وفيها اللي هو الكاستمر نمبر. الكاستمر نيم موجود هنا، اوكي، فبدي اعرف انا النيمز مع اللي هو الايتم البرودكت نمبر. عندي هنا اللي هو الكاستمر مع الايتم عشان احصل على اللي هو الكاستمر نيم. يبقى هنا عملت انا ناتشرال جوين ما بين الكاستمر والايتم. على اي اساس الجوين؟ ايش الكواليتي هنا؟ مين الاتريبيوت اللي عنده من كامل؟ اللي هو الكاستمر نمبر. اوكي، يبقى هنا حطلع الكاستمرز اللي عنده الايتمز، هاي الكاستمرز اللي شرى الايتم. اوكي، يبقى انا عملت هنا اللي هو بروجكشن الكاستمر نمبر، سميته كاستمر 2، وكاستمر نمبر او سي نيم سميته سي نيم 2. اوكي، من التيبل هاي حصلنا بدنا اللي هو بروجكشن ل سي 2، واللي هو يعني سمينا احنا عشان نفرق بين هاي، طبعا هاي وهاي نفس الشيء. اوكي، عشان نفرق ما بين الكاستمر الاول والثاني، انه هاي عمل سميناه اللي هو اسمه سي 2 نمبر، وسي اللي هو ان 2 هاي. اوكي، واللي هو حصلنا بدنا كمان البرودكت نمبر منه. اوكي، يبقى احنا هنا كل اللي عملناه انه غيرنا، حصلنا على التو بروجكشن زي، وغيرنا اللي هو الاسماء، تسميه الاسماء، عدنا تسميه الاسماء عشان نفرق بين كاستمر 1 وكاستمر 2. الحين عملنا ايش بين هاي؟ يبقى انا عندي هنا اوكي، طبعا هنا غيرت بينهم عشان اعمل اللي هو جوين ناتشرال جوين على اللي هو البرودكت نمبر. الحين هيعطيني ايش الريزلت؟ هيعطيني اللي هو كاستمر مع نفسه، والكاستمر مع مين؟ مع اذر كاستمر. اوكي، لانه عندي هنا ايش صار؟ عندي سي 1 في التيبل هاي، كاستمر احمد اسمه سي، الرقم تاعه سي 1، والكاستمر احمد هنا اسمه سي 2، فهم هماش متساويين. اوكي، يبقى هنا رقم 1 واحمد، وهنا رقم 1 2 واحمد 2، يبقى هنا 1 واحمد 1 و2 واحمد 2. اوكي، لكن البرودكت نمبر هو هو، فعشان هيك لما عملت نيتشر جويل هنا طلع عندي، يبقى هنا حيصير ايش؟ فلترنج للتابلز اللي عندهم هاي بتساوي هاي، يبقى هيطلع احمد مع نفسه، وهيطلع احمد مع كل الكاستمرز التانيين اللي عندهم نفس البرودكت. اوكي، الحين انا عملت هنا ايش كمان؟ فلتر انه سي 1 ما بسويش تو سي 2، ما بديش لا نفس احمد. اوكي، يبقى بديش لا نفس احمد